الثالثة صباحا منتصف الليل بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قمة المستقبل تنعقد في ظل أزمات دولية متنامية سياسيا واقتصاديا، خاصة التصعيد الخطير في الشرق الأوسط مما له من تداعيات سلبية على المستوى الدولي. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة أن تتضافر الجهود الدولية خلال القمة للتمسك التام بتحقيق ميثاق الأمم المتحدة وإصلاح هيئة النظام المالي العالمي وتعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع عالميا ومواجهة تحديات الأمن الغذائي التي تتفاقم نتيجة عوامل متعددة. ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله عبد الله ليحيى وزير خارجية دولة الكويت المواقف الكويتية الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدا استمرار جهود مصر بالتعاون والشراكة مع قطر والولايات المتحدة لتعزيز فرص التهدئة من خلال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل فوري بقطاع غزة. وفي اجتماع آخر مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجه الرئيس السيسي بالتنفيذ الدقيق والمتابعة المستمرة لحزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية بما يحقق أهداف تبسيط المنظومة وبناء الثقة وعلى النحو الذي يعطي دفعة قوية للاستثمار والاقتصاد المصري. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وأكد رئيس الوزراء أن ملف الصناعة يشغل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية التي ترى في نمو هذا القطاع ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة وتوفير احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات الوطنية ودعم الاقتصاد القومي. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عازمة على توفير كافة المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي من خلال استكمال صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكون خارطة طريق للنهوض بالصناعة الوطنية وتدليل كافة المعوقات بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع. توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى مدريد، وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة بأن الزيارة ستمثل فرصة مهمة للتشاور مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع حول سبل دفع جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية الراهنة في القطاع وإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وتنفيذ حل الدولتين. قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مهند هادي إن عدد الأطفال الأيتام وبلا حماية في غزة يتراوح بين 17 و18 ألفا، وقال إن العاملين في المجال الإنساني يواجهون صعوبات هائلة في إيصال المساعدات، وذلك بسبب التأشيرات والمعابر والعراقيل الأخرى، كما أنهم يتعرضون لمخاطر جسيمة أثناء العمل، مشيرا إلى أن مركبات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تتعرض لإطلاق النار، كما حدث عندما أصيبت مركبة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي بعشر رصاصات. أعلن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أنه لن يخوض مناظرة جديدة مع المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وقال الرئيس الأمريكي السابق أنه لن تكون هناك مناظرة ثالثة، مشيرا إلى مناظرته السابقة مع الرئيس جو بايدن في يونيو ومناظرته الثلاثاء الماضي مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون زار غرفة التحكم في منشأة لتخصيب اليورانيوم للتعرف على كيفية تشغيل خطوط إنتاجها. وأضافت الوكالة أنه أشرف أيضا على تجربة إطلاق نوع جديد من قاذفات الصواريخ المتعددة الفوهات عيار 600 ملم. وذكرت الوكالة أن كيم زار أيضا معهد الأسلحة النووية وقاعدة إنتاج المواد النووية المخصبة بدرجة تصلح لصنع أسلحة، ووضع خطة طويلة الأجل لزيادة إنتاج مثل هذه المواد. مشاهدينا، انتهى الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر ومع حضراتكم على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي، أنا محمد أنصاري ودمتم في أمان الله.